السلام عليكم اخوتي، معايا في فيديو جديد اخوتي مرقالة عاوتاني. واحد الفيديو مطك مطك بصح في الغابة والبحار ولا اروع. انا مع الراس من هنايا غابة تقول الله هنايا مهجور طريق درج. المهم حالي في الجبل وصافي اي مال حبيبه تقريبا طاح. ديكور هنايا في هذا الرباح، الناس يخرجوا لهنايا. هذه هي مرقالة، وما ادراك ما مرقالة. ايه الغابة هنايا تبارك الله، سبوب لا تفكرني في الجبل. شي هذا الرباح كيسقي واش عند الساقية كل غرسة. من الطبيعة اخوتي كي دايرة خلابة ما شاء الله. اما الجو ما عندي ما نقول لكم وصل. او انا من الراس هذا جينا شوف، جينا مرسان وعودنا من هنا. هذه كتقول لكم بعيد تما ان شاء الله. حرام عمارة خوتي، شوف شوف الناس هادو عندكم براش الواد ديالها كلشي ديالها. هاد كنعامر غير بالبراش باقي انا حجار يجيبوا الماكله ديالهم تما كل شيء. الناس هادو اخوتي صياف الحالات والطاجة. الصحاب والجو بارد، الناس والله الا مصايفه من دابا. احسن باصة درت جديدة هاي ترتاح فيها. خلينا نمشي ايش معنا اللحظات هذه. اخوتي مرقالة اللي كنت فيها في الفيديو اللي السابق، عملت لكم منها واحد الفيديو ولكن ما جيتش حتى لهنايا. انتما في هذه عجبتني البلاصه بزاف صراحه، والله الا عجبتني بزاف. لا بغيت البحر بحر زراق ما شاء الله، الدنيا عامره والله الدنيا عامره الله. الناس والله الا كيشوفوا الحوت هنايا زكريا، الناس غايشوفوا الحوت هنا. لا واحد الناس والله الا مقوزه الوقت في غاعر اصاحبي. كيفاش؟ شبرينا الخطوه. دابا بالصنارة الناس في الغدا ديالهم كيجيبوها غير من البحر، عندهم الصنارة هنايا خالقين السعادة والله العظيم. يجيبو غير الخبز معاها الصنارة كيلوحوها كيطلع الحوت. دابا بعدنا شي شوية على لا مقالة دابا هانتوما فاين اخويا.
يمكن الناس حتى كيعوم. عيش معنا الله حاضر. احجار هنا كيفشان، احجار هنا شحال السناره كتجي البلاصه هذيك كتجي عاليه على السناره ان شاء الله. على الرميلات مشيتي بحر بحر تخرج للرميلات كاس بارتي ولا كان واحد يشوف من هنايا. يا سلام، واو، المنارة تبان من هنا مباشرة. سامعين الحوت هنا مع مولي السنارات يشدوها زعما كان يشدوها شي الناس. البحر مالها والله الهواء بالحر ده.